السلام عليكم البنات، لاباس؟ بخير، صحه مزيان؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. عندنا ان شاء الله غنوجد كيكه فقط بجوج بيضات، كتجي زوينه وهشيشه وخفيفه. الاستعمالات اليوميه هكايا ولا لجادي في الغفلات دغيا كتوجد. المهم خليكم مع المقادير. غنحتاجوا هنايا جوج بيضات، 6 المعالق ديال السكر سنيدة، واحد القبيصة ديال الملحة، 7 ديال المعالق ديال الحليب، واحد 6 المعالق ديال الزيت. ومن طبيعة الحال هنايا الخوخ للتزيين، ما كانش عندكم الخوخ تقدروا تستعملوا التفاح، واحد الخمارة الفاني، وخمارة الحلويات من ديال 15 غرام. حنا ما غنحتاجوش 15 غرام كلها، غنستعملوا يلا تقريبا شي 10 غرام، ولا يعني هذه غنخليو منها تقريبا شي ربع. ندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا كما كتشوفوا انا درت هنايا في الخلاط جوج البيضات دياولي، غنزيد عليهم هذا السكر ديال الفاني، وهاد القبيصه ديال المليحه، الزيت، الحليب، والسكر سنيدة ديالنا، وهنا بغيت نعطيكم واحد النصيحة. كتجي بها الكيكة غزالة. هنايا فاش طحنوا هاد المقادير هادو ما تخلطوهمش نيشان، ديروهم في الإناء اللي غتخلطوا فيه وتبداو تخلطوا بالطحين وداكشي، لا، خليوها مثلا شي 10 دقائق ولا داك السكر ثاني داك كدوب شي شويه، كتطلق مع المقادير اللي عندنا هنايا، وكتجي الكيكه ديالنا هشيشه وكتجي زوينه. جربوا هاد القضيه هادي وردوا عليا ان شاء الله. انا قلت لكم فاش طحنوا هاد المقادير هادو اللي ديروا البيض والسكر والحليب والمقادير اللي عندكم كاع ديال الكيكه، المواد السائله، فاش طحنوهم ما تخلطوش الكيكه نيشان، خليوها واحد ربع ساعه تقريبا 10 دقائق انت والوقت اللي عندك. بهذه الطريقه هذه كنحصلوا على كيكه هشيشه وكتجي القوام ديالها مزيون، كتجي مهم. ديروها وجربوها وداك الساعات ردوا عليا الخبر. داك الساعه انا هذه عندي بالتجربه جربتها كتصدق بها الكيكه زوينه. وهنا منين خليناها ارتاحت داك 10 دقائق ولا ربع ساعه، نضيفوا ليها كاس. انا درت هنايا درت كاس ديال الدقيق، وهنا الخميره اللي قلت لكم حيدت منها ربع تقريبا ديال ولا 10 غرام من الباكيه اللي فيها 15 غرام، وغنبدا نخلطها. بطبيعه الحال الا احتاجيت الدقيق غادي تزيد. هنا باقي خصني نزيد الدقيق، نزيد واحد نص كاس واحد اخر وغادي نشوف. هنا باقي خصني نزيد الدقيق، يعني هنا جا المجموع جوج كيسان. انا باش تعرفوها وجدت هانتوما، ملي كديروا بها الخط هكايا ملي كديروا الخط هكايا كيبقى باين واضح، يعني صافي القوام ديالها هو هذاك، ما نحتاجوش نزيدو الدقيق. اذا صافي، اول خليط ديالنا صبح جاهز. بعد ما جهزنا الخليط ديالنا كنكونوا موجدين اللاطه، دهنينها بالزبده وغاشينها بالدقيق، ومن طبيعه الحال الخوخ حتى هو كنكونوا مقطعينو على هذا الشكل هكايا.
هنا الكيكه ديالنا هي صبحت جاهزه طبيعه الحال. مباشره ملي كنخرجوها من الفران كنسقيوها بهذا السيرو هذا هو اللي عندنا هنايا. هذا السيرو هذا بها كنسقيوها باش كتعطي داك اللمعه. وكتزيدها كتزيد تهششها لنا يعني لمعه وهشاشه في نفس الوقت.